يعني اليوم سلمى للطفل حصه كثير كبيره بحلقتنا. خلينا نحكي عن موضوع كثير مهم، يمكن البعض في بعض الاوقات يمكن بيكون غافل عنه، هو الذكاء الاجتماعي عند الطفل قد ايه ممكن ياثر ويتاثر بالمجتمع المحيط فيه. سلمى، دائما بنسال حالنا الذكاء الاجتماعي له علاقه يا ترى بالذكاء العاطفي؟ كيف فينا ندعم الطفل لحتى يكون ذكي اجتماعيا؟ صحيح فرح، ويمكن هذا الشيء بيأثر على حياته مو بس بهي الفتره الصغيره اللي هي فتره الطفوله، لا كمان هو بيستمر معه للكبار. انا شو الطريقه اللي ممكن انا يكون فيها ابني عنده هي القدره على الذكاء الاجتماعي ويكون فعلا قادر على انه هو يتعامل مع المحيط؟ وكثير اسئله بتخطر ببال اهل، كلها طبعا رح نسالها على ضيفتنا وتجاوبنا عليها، ضيفتنا الاختصاصيه الاستاذه هناء الازهري، اختصاصي نفسي واجتماعي. صباح الخير ويسعد صباحك. صباح النور، اهلا وسهلا، يسعد صباحكم. اهلا وسهلا فيكي. خلينا بالبدايه نعرف شو هي الذكاء الاجتماعي عند الطفل. هلا الذكاء الاجتماعي بشكل عام هو انه الانسان يقدر يتعامل بشكل صحيح مع محيطه، يتعامل بذكاء، كيف يقدر يتعامل مع الناس، كيف يكون هو محبب لدى الناس، شو الطريقة اللي يتكلم فيها، شو المفردات اللي لازم يختارها، امتى يحكي، امتى يسكت، امتى يروح مثلا يتواصل مع أقربائه، امتى مثلا يكون شوي بعيد. هاي كلياتها ضمن الذكاء الاجتماعي. ولدى الطفل دائما انا بقول انه بس مصطلح كبير، يعني لما بنقول الذكاء الاجتماعي مصطلح كبير طبعاً. يعني هو المصطلح كتير واسع، تمام؟ فنحن دائما انا بقول بالنسبه للطفل دائما لازم يكون عندنا التعليم بالقدوه، لازم نحن اول شيء نتعلم شو هو الذكاء الاصطناعي، الذكاء الاجتماعي، وكيف نحن نقدر نتواصل مع الاخرين لحتى ننقل هاي الصوره لاطفالنا وابنائنا لحتى ينشأوا هن على الذكاء الاجتماعي ويقدروا يكونوا اشخاص فاعلين بالمجتمع. طيب استاذه هناء، يعني يمكن اول شيء بيبين عند الطفل هو طريقته كيف بيعبر عن مشاعره، شو حاسس، وهون بنقول هذا طفلي خجول، طفلي مانو خجول، بنتحكم نحن بتعابيره. امتى بنبلش باداره تفاعل الطفل اذا فينا نقول؟ تمام. هلا اداره المشاعر عند الطفل كثير مهمه. هو الطفل بحس باحاسيس، بحس بمشاعر بس ما بيقدر يعبر عنها، نحن بدنا نساعده لحتى يعبر عن مشاعره وعن احاسيسه. مثلا الطفل منذ ولادته يعني بيعبر عن مشاعره بالبكاء، اول شيء بيعبر عن مشاعره بالبكاء. كمان نحن بده يكون في عندنا ذكاء نعرف شو عم يحس هذا الطفل. بعدين بس ليكبر شوي بالكلام بصير بيحكي بالكلام. إذا مثلا إجا لعنا الطفل حاسس بمشاعر معينة هو ما بيعرف يعبر عنها، زعلان مثلا، متضايق، نيجي نحن نحاول نخليه يقدر يعبر عن مشاعره، نقول له أنت بشو حاسس هلا؟ شو المشاعر اللي عم تحس فيها؟ نستعمل كلمة مشاعر حتى يعرف هو يعبر عن مشاعره، عم تحس بالخوف أو بالغضب أو بالانزعاج، شو الشعور اللي عم تحسه هلا؟ فهو بيقدر يحدد من هاي المصطلحات نوع الشعور اللي هو عم يحس فيه هلا. والمشاعر عند الطفل او عند الانسان بشكل عام، كل ما كان الشخص قادر انه يعبر عن مشاعره ويعبر عن احاسيسه ويعرف هو بشو بحس، بيساهم بانه يكون انسان واعي وانسان متزن نفسيا وانسان قادر يعبر عن مشاعره ويحس بمشاعر الآخرين ويتعامل معاهن بذكاء عاطفي واجتماعي. شو هي السلوكيات سيدة هناء اللي بتشوفيها هي سلوكيات كتير خاطئة ممكن يتصرفها الأهل عن قصد أو عن غير قصد، ممكن بيقتلوا فيها الذكاء الاجتماعي في حال كانت البذرة موجودة حتى عند الطفل بعكس ما ينموها؟ تمام. اول شيء بالسلوكيات الخاطئه هي الاحكام المسبقه. بيجي لعنا الولد اكيد انت عامل كذا، مثلا تخانقت انا ورفيقي، تناقرنا بالمدرسه، اكيد انت عامل له كذا، اكيد انت. طيب خلي الطفل هو يحكي يعبر عن مشاعره، نحن كبتنا له. يا اما هو بده يكذب مشان يطالع حاله انه هو بريء اذا كان هو المذنب، او راح يحس بالاحباط لانه نحن هو يعني نحن ما اعطيناه فرصة لحتى يعبر عن هاي المشاعر. ثاني شيء هو المصلح الاجتماعي، فورا بنبلش بالتنظير، انت ما لازم تعمل كذا، انت كان لازم تعمل كذا كذا كذا، ما تركنا له مجال يحكي. الطفل عنده ذكاء فائق، يعني كل الاطفال اذكياء،
لكن نحن بالتربية الخاطئة أو بالأمور الخاطئة اللي عم نتصرفها سواء بالمنزل أو مع الأهل أو بالمدارس عم تخلي الطفل يصير بمرحلة غباء وما عاد يقدر يعبر لا عن مشاعره ولا عن أحاسيسه ولا يقدر يتعامل مع الناس اللي حواليه. طيب أستاذة هناء، في كتير أطفال بيكونوا شاطرين جداً بالمدرسة، متفوقين، علاقتهم بأهلهم منيحة، ولكن علاقتهم بالوسط مانا جيدة. خلينا نميز هون بين أنواع الذكاء، وكيف في فرق بين الذكاء الدراسي أو التحصيل العلمي والذكاء الاجتماعي؟ أكيد طبعاً في فرق كتير كبير بين الذكاء العلمي والذكاء الاجتماعي أو الذكاء العاطفي. الذكاء العلمي في أطفال عنده قدرة، عنده تركيز عالي بمجال الدراسة، لأنه مثل ما حكيت أنا كل الأطفال أذكياء، في أطفال أذكياء باللعب، في أطفال أذكياء بالأذى، في أطفال أذكياء إنه مثلا بتلاقي الطفل من هو صغير بحب يبيع ويشتري، بتلاقي عنده عقلية تجارية من هو صغير. في أطفال أذكياء بالدراسة، في عنده الدراسة متعة فبيهتم بموضوع الدراسة. فكل طفل في عنده ذكاء، الذكاء الدراسي غير الذكاء الاجتماعي غير يعني باقي الذكاءات، ذكاء المال أو هاي الذكاءات. ف يعني كل ما استغرق الإنسان بشيء معين بالحياة وتكرس له بتخف عنده باقي الجوانب. تمام، يعني نحن مع الطفل انه يكون شاطر بالمدرسه ويحصل علامات عاليه، بس كمان بالمقابل نحن لازم ننمي عنده باقي الذكاءات، ما نتركه غارق بالدراسه ويطلع بالمستقبل فاشل. تشوفي اكثر المشهورين والعلماء اللي ساووا اختراعات حياتنا الاسريه او حياتنا الاجتماعيه فاشله، ما انا ناجحه. تمام، لأننا استغرقوا كثير بجانب من الحياة وأهملوا باقي الجوانب. لذلك نحن دائما لازم يكون في عنا توازن، نعلم الطفل على التوازن بالمشاعر. أعطي وقت لدراستك، أعطي وقت لرفقاتك، أعطي وقت لأهلك وعائلتك، أعطي وقت للعب والمرح، لأنه هاي اللعب كمان هو بنمي الذكاء. وهلأ صار في عنا التعلم عن طريق اللعب عم يعطي نتيجة أكثر بكثير من الدراسة الجافة الناشفة. بأي عمر فينا نقول أو نحكم على الطفل إن كان ذكي اجتماعيا ونقدر نشتغل على هذا الموضوع وننميله هاي القدرات؟ بأي عمر بنقدر؟ يعني حسب استيعاب الطفل وحسب تجاوبه. يعني في أطفال من عمر صغير تبلش تتجاوب مع الناس اللي حواليها، وقت مثلا يجي حدا غريب، في أطفال بتلاقيها بالزاوية بتقعد ما بتقبل تسلم، أو يعني بتخاف، بصيبها رعب من الناس الغرباء. هذا الطفل ما عنده ذكاء اجتماعي وذكاء عاطفي، لازم نحن نحاول نفك له هاي العقدة. في أطفال بتلاقيها دغري بتروح مثلا بتسلم على الناس، بتحكي معاها الناس بتجاوبها. نحن طبعا نكون معلمين، بس في اطفال لحالا بتلاقيهم بتجاوبوا، وفي اطفال بتلاقي صعوبه انك تطلعيهم من حاله العزله او الخوف من الغرباء. يعني بعمر 3 سنين 4 سنين بنبلش نعرف نحن الطفل اذا في عنده ذكاء اجتماعي ننمي له اياه اكثر، او اذا هو في عنده مشكله بالتواصل مع الاخرين نحاول نشتغل على هذا الموضوع اكثر واكثر. طيب استاذه هناء، في كثير اهل بيقول لك انا مثلا ما بدي ابني يطلع مثلي، انا ما كثير بعرف بالتعامل مع العالم، بس انا بدي ابني او بنتي يطلعوا احسن مني، بتفشن على الواقع، على المجتمع كذا. قد ايه بيتاثر الاهل الاطفال بطبيعه الاهل؟ يعني اذا كان الام او الاب انطوائيين هذا الشيء بياثر على الطفل وعلى الذكاء الاجتماعي وطريقه تعامله مع الاخرين؟ طبعا كثير بياثر. يعني الاب والام هن او اضيق دائره حول الطفل، فهو اول شيء بياخذ من ابوه وامه. فمثل ما بكونوا الاب والام بتلاقي الطفل بيطلع بالمستقبل. فنحن اذا عندنا مثلا مشكله بحياتنا كانت ومو حابين اطفالنا يطلعوا مثلنا، اول شيء بنعمله انه بنخليهم يختلطوا مع الناس الاخرين. ثاني شيء والاهم انه نخليهم يحضروا دورات تنمية بشرية، دورات ذكاء اجتماعي، ذكاء عاطفي، يعني خليهن ينموا قدراتهم. لأنه الإنسان في عنا بالحياة في عنا دورة حياة الأسرة بتبلش من ولادة الشخص للممات. دورة حياة الأسرة أنه أول شيء بياخذ من عائلته، بعدين بياخذ من أصدقائه، بعدين بيتزوج، بعدين بيصير هو بيعطي
أولاده، بعدين أولاده بيكبروا بصيروا بيعطوا أولادهم، فهي دائرة لا منتهية. فلذلك نحن إذا عندنا مشكلة نحاول على الأقل أبنائنا يكون عندنا القدرة أنه يطلعوا من هاي الحالة، نعتني بذكاء، نعتني بشخصية، نعتني بتعليم. يعني الأكل والشرب وكل شيء، اهم شيء الغذاء العقلي دائما يكون، يعني ما يكون الطفل عنده مثلا قاعد ما عنده شيء. دائما نحاول ندخله بدورات مفيده لعقله، تنمي له ذكائه الاجتماعي، يكون في يعني المدرب يعطيهن امور عن الذكاء الاجتماعي، وهو كمان بكون في عنده محيط بهاي الدورات او بالمجتمع اللي راح يكون فيه، فبيتعلم كيف يكون ذكي اجتماعي ويعرف يتعامل مع الناس. في دراسات أجريت أنه في ناس طلعت الأوائل بالمدارس، يعني أخذين العلامات العالية، وناس عادية مثلا بالتحصيل العلمي. عملوا دراسات بعد فترة لقوا أنه الناس اللي عنده ذكاء اجتماعي أعلى وظيفيا من اللي عنده ذكاء عالي بالمجال التعليمي والتحصيل العلمي. ف 93% من حياة الإنسان هي اجتماعية، فلذلك لازم دائما ينمي حياته الاجتماعية ويعكس هذا الشيء على أطفاله. أكيد بدنا نشكرك على كل المعلومات اللي قدمتي لنا إياها، ونتمنى أكيد كل الأطفال يكون عندهم ذكاء اجتماعي ويطوروا لحتى أكيد يكسبوا مستقبل كتير حلو. شكرا لك. إن شاء الله. شكرا لك. شكرا لك لوجودك معنا.